يقول السائل: يستدل بعض الناس بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه، على أن هناك بدعة حسنة، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن عمر يقصد بذلك صلاة التراويح وجمعهم على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين، وصلاة التراويح خلف إمام واحد هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من عمل عمر، وإنما عمر أحيا هذه السنة فجمعهم على إمام واحد. فقوله نعمة البدعة ليس المراد البدعة الشرعية، وإنما مراده البدعة اللغوية. أما البدعة الشرعية فليست بدعة، لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبدعة الشرعية ما لا دليل عليه. صلاة التراويح عليها دليل صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس في الإسلام بدعة حسنة، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولم يستثني شيئا ويقول هناك بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة. نعم.